عسلامه عسلامتكم الناس الكل. دونك بونجور بونجور. اليوم رجعنا لكم مش نعملو ريسيت مش ريسيت مي سي اون تكنيك دو باتيسري فرانسيز اي اورينتال اللي تحبوا انتوما لو سيرو dans tous ses états. Vraiment, on va faire aujourd'hui le sirop dans tous ses états. Que ce soit le sirop d'imbibage, le sirop d'imbibage, l'imbibage de les gâteaux, jusqu'à arriver au sirop d'imbibage, le baklawa, le sirop d'imbibage, le jaj, le sirop, le caramel plutôt, je ne sais pas les sirops, après le jaj, le ou le baklawa, le caramel, اللي نعملو بيه النوغا والكراميل اللي نعملو بيه نوغاتين. باه نبداو ايتاب بار ايتاب. يلا مع بعضنا نراو شنو لازمنا للسيرو نتاعنا. باه باش نبداو على بركه الله. بسم الله. اول حاجه للسيرو نتاعنا يلزمنا السكر ويلزمنا الماء. باه الكميات نتاع السكر ونتاع الماء ركزوا معايا مليح مليح. ماذا بكم ستيلو ورقة وتقيدوا. إذا كان مش تعملوا سيرو دمبيباش معناتها سيرو باش تسقيوا به حاجة تسقيوا بيها سويون كلير انبيباش معناتها مش تعملوا جاتو إذا كنت تعملوا سيرو دمبيباش راهو سيبا يا با غران شوز قد كمية السكر قد كمية الماء جوست توصل تغلي سي بون. هذيك هو إذا كان وصل تغليت اذا كان وصل تغلى السكر والماء هذاك راهو 100 دغري. افهم انت اذا كان دوباش اللي يبدا يغلي يبدا يبقبق هذاك راهو 100 دغري. وصل السيرو نتاعك 100 دغري 100 دغري هذاك السيرو نتاعك سيرو دامبيباش. هذه اللي تبقى الليتاب الثانيه. نرجعوا للسيرو تويكا اللي ماهوش دامبيباج مي سيرو مثلا نقولوا احنا نتاع شحور ومن بعد ليك يولي سيرو بقلاوه ومن بعد ليك يولي سيرو كراميل فونسي ولا كراميل كلير. باه دون سو كالا مش نستعملو 3 دوز دو سكر. اللي تحبوا انتم ما تستعملوا علاش مانيش باش نعطيكم لا كيلوات ولا مش نعطيكم لا مش نعطيكم كيلوات ولا مش نعطيكم غرامات ولا حتى شيء. جوست نقول لكم الحاجه اللي توزنوا بها السكر توزنوا بها الماء. يعني خذيت كاس مثلا نقولوا احنا خذيت هكايا هذه الصحفه هذيا صحفه ثلاثه صحفات سكر عليهم صحفه ماء تو سامبلومون. هذيك هي لاستوس اللي عندي ثلاثه صحفات سكر. يعني انا مثلا خذيت هذايا باش نرمي لكم هونيه الماء بعد هذي شويه خذيت هونيه هذوما من بعد ليك تنستعملوهم. خذيت هونيه الماء خذيت دوس. انا هذايا عندي البولدوزور هذايا عندي فيه 250 مليليتر. يعني اذا كان نرمي فيه حوايج سكر ولا حاجه يطلعوا لي 250 غرام بار اكسبيريونس و بار بيزي وكل شيء جربتها. 1 كاب هو 250 ml في 250 غرام زاد كيف كيف مش يعطيني. يعني عندي هونيا 250 مليليتر نتاع ماء قدهم ثلاثه مرات سكر. يعني انا رميت 3 دوز سكر وهذه هي دوز نتاع ماء. اول حاجه ناخذ كسرونه كاسخال بروبر فريمون بيان بروبر ما يلزمش فيها حتى امبورتي حتى تفش اي حاجه يلزمكم تمسحوها قبل. انا مسحتها ورجلت الكاسخال نتاعي. ناخذ الكاسخال نتاعي نرمي الماء اول حاجه ثاني حاجه مش نرمي السكر. رميت كمية السكر وتويكا أباخ اللي تويكا مش نحطه يغلي. ديكو يبدا يغلي مش نرمي عندي اون كويرا سوب هي دوزيت بهذه تيبل سبون يعني 15 مليليتر يعني 15 غرام اوترومون دي 15 غرام 15 غرام دو سيرو دو غليكوز. سيرو دو غليكوز تلقاوه في تونس عند الجماعه اللي يبيعوا تو سكي برودوي دو باتيسري تو سكي البريباراسيون دو باتيسري. هذا يا سيرو دو غليكوز اول ما يبدا يغلي الواحد نتاعي اول ما يبدا يغلي نرمي مغرفه سيرو دو غليكوز ومن بعد اخر ضربه مش نرمي
نرمي عصرة قرص، انا ما نعرفش عصرة القرص ممكن نرميها ممكن لا، اما مش نرميها خليها تنكهلي شوية وتعطيني هيك الجو سيترونيه شوية بنينة تقعد. باه اول ما مش نعمل مش نرميه يغلي على الغاز على نار متوسطة افو موين. Je vais la laisser ou je vais la couvrir ou même pas dire comme au pinceau ou pinceau humidifié je supprime toutes les imperfections de sucre les projections de sucre bêche mais aouch et cristallise le sirop de terre. Ben t'as vu que juste retour à titre t'as vu juste mais je ne sais اكثر من 100 ديغري تويكا في 107 تويكا ما نجمش نقرب لكم اكثر باش ما تجيكمش البابور. دونك فوالا توا مش نرمي مغرفه الجليكوز رميت مغرفه الجليكوز نتاعي نقصلو شويه على الغاز هنا عند 6 حطيتو على 3 نزيد نرمي عصره القارص فوالا تويكا ما يزموش يفوت ال 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 السيرو نتاعي ما يزموش يفوت 130 دغري انا مش نعملو على 125 انا مش نوصل به ل 125 دغري. ان اتوندون عندي زاده هوني عندي بانسو فيه الماء ونحيو هذاك لي بروجيكسيون تاع السكر الكليكه معناتها بعد ساعات امبيبي بالماء بانسو وننظفو شويه. قولوا لي علاش مغرفه الجليكوز راهي جوست مغرفه الجليكوز باش ما تحطوش يسكر. اما احنا نتذكر قبل كانت امي وقت اللي نعملوا السيرو نتاع البقلاوه وقت اللي نعملوا السيرو نتاع الجلجلانيه وقت اللي نعملوا اي شحور راهو قبل ما كناش نعملوه الجليكوز كانوا يعملوه عادي من غير حتى شيء. انا فما اللي يفوح السيرو فما اللي يعمل في الاخر شويه ماء عطرشيه فما اللي يعمل ماء زهر ولا ماء ورد كل واحد وشنو يحب ينكه. انا ماني مش مفوح بحتى شيء انا نحب السيرو نتاعي انا جوست عملت له عصره القارص دونك بالنسبه لي لي انا سي بون ماني مش نعمل له حتى شيء اخر مش نحطه هكاكا مش كيما قلت لكم تويكا مش نوصله نوصلوا لل 125 دغري و سي بون معناتها السيرو نتاعي بالنسبه ليلي يكون واجد وحاضر ان شاء الله. باه لو كان نشوفوا تويكا انا عملت يدي بالماء البارد بالكدا بالكدا نعمل هكا ريتو فما كل خيط يتكون هذيك معناتها انفيلي انفي ريتا ها هاك الخيط هاك الخيط راكم يزكم تعملوا يديكم بالماء البارد بالكدا بالكدا ها فريمون. باه ليتو الخيط اللي يتكون هذا باش نعملوا مثلا كريم او بوغ هاك لي بول كيفاش لي بول فريمون متقاربين وصغار ماهمش دي غروند بول مي متقاربين وصغار هذايا تويكا نجم نطفي عليه مثلا كيف نحب نعمل كريم او بوغ مش نعمل انفيلي هذايا نسميوه توا انفيلي سكر انفيلي. باه باش نراو تويكا ظهر لي سيي ما نعرفش مازال دغري ولا سيي 114 119 121 22 ça va 125 voilà je vais stopper la cuisson c'est bon le chour nta'i hadar donc chour nta'na hadar hadhiya howa texture nta'u bah تحبوا تعرفوا التكستور نتاع الشحور نتاعكم والا الكولوراسيون نتاع الشحور نتاعكم تاخذوا بابي كويسون نظيف ابيض ترميوه في ترميوه هكا تاخذوا ام تي بو ترميوه في الشحور وتطلعوه مش يعطيكم لا كولور اكزاكت نتاع الشحور نتاعكم
سينو باش تعرفوه انا كيما قلت لكم وصلت ل 125 دغري انتوما باش تعرفوه شحوركم ساي معناتها قد بالكدا وطاب وكل شيء جوست فو فيت اون بتيت استوس تاخذوا في صحن انا امي نتذكرها كانت تاخذ في صحن صغير نظيف ترمي دي غوت هكايا نتاع الشحور مش شحور تاخو مش شحور وترمي دي غوت وتستناهم يبردوا شويه اون فوا بديت تعمل بول هكا تتكعبر كعبوره في يديكم ما بين صوابعكم راهو هذاك شحوركم اكسيلون تاع بقلاوه فريمون شحور عاقد عاقد بالكدا بالكدا باه احنا تويكا كيما قلنا مش نراو شنو هو مش نقول لكم شنو ما لي تمبيراتور نتاع الشحور باه هذايا قلنا ل 125 دغري حطيك شي ل 130 دغري معناتها اكثر من 130 دغري راهو لي راهو يولي كراميل كراميل كلير معناتها اغمق شويه من هكا يعني هيك كراميل كلير راهو ماهوش شحور ما بقاش يولي ما نبقاش نحكيو لا على غرو بولي لا على حتى شيء باه قلنا لو في تكونو سيرو يبدا يغلي 100 دغري هذيك 100 دغري قفل معناتها لو في تكونو يبدا يبقبق هذيك 100 دغري 100 دغري هذيك قلنا نرميو مغرفه كيما ريتو رمينا مغرفه الجليكوز نتاعنا وهذيك نجمو نعملوه نزيدوه شويه نحطوه يغلي 5 مينوت مثلا انتم اذا كان ما عندكمش ترمومتر نخليوه يغلي 5 مينوت اخرين ولا 10 مينوت ونراو ما بين صوابعنا نعملوه هكايا معناتها نعملوه ما بين صوابعنا اذا كان لقيناه خيط نسميوه ان سوكر انفيلي السوكر انفيلي مي 108 حتى كشي 114 دغري نعملو بيه لا كريم او بور مثلا من بعد ليك نجيو للبتي بولي البتي بولي يعني نجمو نعملوه سيرو نتاع شحور كو سوسوا شحور كو سوسوا نعملو بيه لي موس نتاع لي فروي مي 115 دغري حتى كشي 117 دغري هذاك سيرو تاع شحور نتاع شحور يعني كيف تعملوه ماهوش معناتها جوست بعد الفيلي يولي سي معناتها يشد في كعبه الشحور معناتها مش تشحر صمصه مش تشحر مقروض تشحر بيه اللي تحب انت هذاك سيرو نتاع شحور من بعد ليك عندنا سيرو لو بولي هذا البتي بولي اللي كنت نقول لكم راهو سيرو نتاع شحور الغرو بولي اللي هو سيرو نتاع بقلاوه نتاع جلجلانيه نتاع مثلا مش نعملو مورانغ ايطاليان يلزم تكون كبسه روحها وشده روحها بالكدا بالكدا دونك يلزم ما يفوتش من 125 دغري حتى كشي ل 130 دغري فريمون سي ان سيرو نعطيوه ان سكر غرو بولي هذايا نستعملو كيما قلت لكم بقلاوه جلجلانيه مورانغ ايطاليان فوالا من بعد ليك اذا كان يفوت 130 دغري يوصل ل 160 دغري التمبيراتور حتى كشي ل 160 دغري راهو يولي كراميل كلير الكراميل كلير نعملو بيه مثلا نعملو بيه نوغاتين نعملو بيه لي نوغاتين نتاع لي بيس بونتي مثلا فوالا كراميل كلير من بعد من 170 حتى كشي ل 180 ما نفوتوش 180 دغري بيان سور ل 180 دغري هذاك يولي كراميل فونسي الكراميل فونسي هذايا نعملو بيه الكريم كراميل يعني هيك الفون اللوطاني اللي نلقاوه نتاع الكريم كراميل نتاع التارتاتان فوالا ظاهر لي عطيتكم كل شيء بقى عندكم حتى اكسكوز باش ما تعملوش سيرو نتاعكم وحده باش ما تقولوش ما نعرفوش نعملو حلو هذايا ان شاء الله السيرو مش نعملو بيه دي روسيت اخرين تو تراوهم معايا ان شاء الله فوالا السيرو نتاعنا حاضر خليوه في بقعه نظيفه اور بعيد على الشالور وعلى الهوميديتي بيان سور يتغطى ويقعد لابس عليه ما يجرى له حتى شيء وقت اللي نجيو نستعملوه جوست ندفيوه شويه نسخنوه مش نغليوه راهو نسخنوه فما فرق ما بين نغليوه وما بين نسخنوه دونك اون فا لو شوفي ان تي بو ونستعملوه في لي روسيت نتاعنا ان شاء الله